الحزن يخيم على لعيبة النادي الأهلي في المران الختامي قبل مواجهة طلائع الجيش. ما تنسوش أحمد رفعت من دعائكم في كل وقت وفي كل صلاة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. متابع المشجع مع احمد عشاق، النادي الاهلي في كل مكان، لايك وشير ومتابعه للصفحه يوصلك كل ما هو جديد. ادت لعيبه النادي الاهلي المران الختامي لطلائع الجيش وسط حاله من الحزن على رحيل احمد رفعت. مارسيال كولر عقد جلسه مع لعيبه النادي الاهلي وحثهم على التركيز في الفتره الاخيره في مباريات الدوري الممتاز، خاصه مباراه طلائع الجيش وبعدها اهم مباراتين في مباريات الدوري الممتاز، مباراه بيراميدز يوم الجمعه القادمه، مباراة مهمة جدا، ومباراة أخرى لبيراميدز خلال 10 أيام الأهلي أمام بيراميدز، ولكن مباراة الغد الأهلي وطلائع الجيش 7 مساء بتوقيت القاهرة، المباراة على استاد القاهرة. النادي الأهلي يدخل المواجهة ويريد الفوز، يريد مواصلة الانتصارات من أجل بطولة الدوري الممتاز وتحقيق لقب يسعد جماهير النادي الأهلي في الفترة القادمة. متابع المشجع مع احمد، لايك وشير ومتابعه للصفحه يوصلك كل ما هو جديد، وانتظروا من المزيد من الفيديوهات.